طب يا جماعه مبدئيا كده انا حاسه ان في ناس زعلت عشان اسمها ما ذكرش في الترحيب، انا هرحب بكل الناس عشان كلنا زي بعض وكلنا ما بنجيش مع حد، كلهم قيمه وقامه. طبعا الاستاذ رزق محمد الشاعر الكبير، الاستاذ الشاعر الكبير سامح سليم، الاستاذ مصطفى سيد علي زجاج، الأستاذ ناصر الشباوي عازف، الأستاذة فاتن دهب المضربي، كابتن مكتوب كابتن فين سيف الدين؟ سيف الدين موجود؟ طب ساعدنا عشان حد يشرحلنا حضرتنا في القيمة. الأستاذة جيهان مستمعة، جمال أمين الدين قناة مواطن، مها محسن، مها محمد غناء، مريهان محمد، ملك محمد مفرقه، أمير فياض شاعر، محمد المالح غناء، عميد هشام الذكري، نوال احمد حسن، محمد عبد العاطي، ابراهيم بديوي شاعر، شاعر كبير ابراهيم بديوي، الهام علي عيسى الشاعره الكبيره، الشاعر الكبير وجيه انور، نورهان مستمعة، أحمد نصر ممثل، وردة مطربة، غادة مجدي مستمعة، الشاعر الكبير أستاذنا القدير أسامة عيد، شاعرنا الكبير أحمد السندباد، المستشار أسامة الجمل، الشاعرة الكبيرة رباط شعر ان شاء الله.